اهلا بيكم حبايبنا المشاهدين. برنامجنا النهارده احنا سميناه المقابله، لانه ده بيضم حكايات كتيره قوي، ناس قابلت المسيح مقابله حقيقيه، حياه كانت بعيده تماما عن الرب، والمقابله الحقيقيه مع المسيح خلت الناس دي يحصل لحياتها تغيير كبير قوي. عايزه ارحب بالدكتور الاسيس سامح موريس. اهلا بيك اسيس. اهلا بيك يا نانسي. حلقتنا النهارده اسيس حلقه فريده من نوعها جدا، خلونا نسمع منها هي ايه الحكايه اللي حصلت معاها. انا واحده من الناس اللي عايشت معاها جزء كبير قوي من حياتها، فعشان كده اقدر ان انا اشهد معاها انه اللي فعلا حصل في حياتها ده مقابله حقيقيه مع الرب يسوع. اهلا بيكي. هي هتقعد في أوضة الاعتراف، هي بتعترف وبتقر قدام العالم كله، بتشهد عن الرب عمل إيه معها في حياتها. تفضلي بنت الرب. أنا طبعاً دلوقتي بنت الرب، لكن قبل كده ما كانش خالص، كانت حياتي بالكامل ملك الشيطان. وأنا تربيت أصلاً وأنا صغيرة تربية صعبة جداً، يعني إحنا ولد وبنت بس، وماما كانت بتحب اخويا الصغير قوي وبتخاف عليه جدا، ما كانتش بتخرجه يعني كتير، لكن بابا كان فخور بيا جدا وبيحبني قوي. كنت بشتغل في الشارع مع عمال في الشغل بتاع بابا. انا كنت مبسوطه ان انا بقضي، وكنت مبسوطه ان ده مش دوري وانا اقدر اعمل كده. يعني كان عندك كم سنه وقتها؟ انا كنت وانا صغيره خالص، من اول ما فتحت عيني على الدنيا يعني وانا بعمل كده. انا شربت مخدرات اول مره في حياتي وانا عندي 8 سنين. وبابا كان عارف؟ بابا ممكن مثلا بالليل يسهر هو معلمين الشغل وكده، وكان يعني قعدني معاهم وانا اقعد، يبقى مبسوط قوي ان انا بشرب زي اي حد فيهم يعني. فكنت انا مثلا في البيت بشرب على فترات متقطعه، لما اتجوزت بقيت بشرب كل يوم. هو سافر بعد كده وقعد فترة طويلة قوي، هو ما جاش لحد دلوقتي. يعني ايه سافر وما جاش لحد دلوقتي؟ يعني سافر وقال لي هقعد سنة برا او سنتين بالكتير اعمل مستقبل وكده، وبعدين خلاص ما جاش خالص خالص. الكلام ده فات عليه كام سنة النهاردة؟ 14 15 سنة. يا نهار ابيض. انا كان جبت 3 اولاد، وطبعا الشقة الايجار وكده، فكنت مش متخيلة ان هو يقدر يتخلى عني انا والعيال يعني. بعد كده ما لقيت الديون كترت عليا. وبابا كان لسه عايش؟ لا بابا خلاص بقى، يعني بابا مات في السنة اللي هو سافر فيها جوزي. اوكي. فلا في بابا ولا في جوزي؟ لا، وماما كمان السكر كل جسمها خالص وبعيت جدا وتعبت، هي بقت محتاجة حد يساعدها كمان في العلاج بتاعها يعني. وانا لما كان بيبعت فلوس كنت بساعدها، وعمل لها السكر انفصال في الشبكية، وبقت يعني ملهاش أي رزق، في معاش بسيط أو بيجي من بابا وخلاص. اتصلت بيه وقلت له إن معايا لسه رقمه ولسه بنكلم بعض وكده. اتصلت بيه وقلت له أنا ظروفي وحشة جدا، وصاحب البيت هيطردنا، وعليا ديون كتير، وما لقيتش إن هو لسه متضايق قوي أو مستجاب لأن أنا يعني شكوتي. مرة كنت انا مستلفه مبلغ كبير من حد صاحب بابا، فقعد يقول لي انت لسه صغيره وهو كده كده مش راجع، وممكن نتجوز اقول فيه ونعيش مع بعض ومش عارف ايه، الموضوع ضايقني قوي. فقلت له انت لك عندي يعني قرشين تاخدهم. بعد ما مشيت وسبته في الشارع، وانا صعب قوي دموعي تنزل قدام حد يعني، لكن فعلا في اليوم ده انا كنت ماشيه بعيط في الشارع. قابلني واحد صاحبي عرباوي يعني من العرب، فقابلني وقال لي مالك متضايقه ليه وكده. فقلت له انا خلاص عرفت ان جوزي مش هيبعت لي فلوس تاني ومش راجع هنا تاني. فتح شنطه العربيه وطلع لفه كده في شنطه سودا واداني الشنطه وقال لي معلش انا ما معيش يعني فلوس دلوقتي، لكن معايا ده، خدي مشي نفسك بيه. طبعا لما طلعت البيت وفتحتها لقيتها بانجو، نص كيلو بانجو. عرفت بعد كده ان الانصاص بقى والربع وكده، لقيت لفه بانجو يعني. على اساس تتجري فيه؟ قلت لنفسي انا اهدي نفسي، اخش الف لي سجارتين ثلاثه كده واقف اهدى اشربهم شويه في البلكونه يعني. فطلعت فعلا من البلكونه اشرب السيجاره بعد ما لفتها،
في عندنا ابن جيراننا تحت هو ماسك باباه منصب حلو قوي يعني، فهو واقف بيقول لي مفيش جوان، قلت له لا في، رحت مديالي واحد، فبيقول لي جبت منين ده مفيش خالص في حلوان، مفيش خالص في حلوان دي يعني. انا فرحت قوي، ايه ده انا فعلا معايا ثروه يعني. فقلت له لا في، ده في واحد عند بيتنا بيجيب يعني جايب، وانا اشتريت منه الاستف ده، انت ايه رايك في الاستف ده؟ قال لي ده جميل جدا. طيب معلش هتعبك تجيبي لي؟ قلت له ماشي. عايز بقد ايه؟ عايز ب 20 جنيه. خدت منه ال 20 جنيه وفضلت مشيت شويه ورجعت حطيت له شويه كده واديته، فكان فرحان جدا تقريبا ان انا اديته كتير عن اللي هو كان بيشتريه من بره، وكمان يعني نوع حلو. ده كان اول واحد اعتبر يعني ايه شغلته وانا ما بعتش حاجه لحد. يعني انت كمان كنت بتشغلي ناس في المخدرات؟ اه، فقعدت فتره شغاله في البانجو، وبعد كده قعدت انا وكان معايا واحد صاحبي، قلت له تعالى نقابل واحد اول مره نقابله بس شكله كده يعني هيفتح لنا باب شغل جديد. طيب انا ما بفهمش في الحشيش، ده انا شغلي كله في البامبو، فعلمني بقى ده اسمها وقيه وده قرش وده ربع قرش وده نص وقيه وده كذا وده كذا، ومشي معايا الموضوع كويس قوي يعني. وبعد كده في ناس صحابي علموني البرشين بقى، التركيبه بتاعت الكيمياء. تاجر جمله يعني؟ تاجر جمله وبتدي القطاعي. اوكي. انا ما بعتش حاجه خالص بايدي. ناس من الكنيسه شافوني، وطبعا يعني في ناس من المنطقه مسيحيين بيصلوا في الكنيسه، راحوا قالوا لهم يعني فلانه مضيعه وبتقف في الشارع تشرب وبتعمل وبتجي في مخدرات ومعاملتها كلها مع رجاله واحنا خايفين عليها وكده. فجاني حد البيت، وكنت متواجده في البيت ده في اليوم ده يعني. فلما جه قال لي ان نصلي، قلت له ما بمسكش الانجيل، عندي انجيل هناك اهو بس ما بمسكوش، حتى لما نيجي ننظف الحته دي لازم عايز فعلا هو اللي يمسكه من اولادي، لكن انا ما بمسكوش. بعد كده جاب لي حد يعني برضو في من رجال الدين، وكان يعني حد كويس. الحد ده طبعا انا اتصدمت فيه، لقيت الكلام اللي هو بيقوله عن ربنا وما بيعملوش. في اليوم ده طلعت وقفت قدام صورة المسيح، قلت له بص يا رب بقى، انا لحد دلوقتي كنت يعني من انا لاخر كده بصلي، ولحد دلوقتي كان اي حد يجيب مثلا ست المسيحين في الشارع كنت بعمل قلبان جامد، بس انا خلاص مش عايزه لا اصلي ولا اشوفك ولا عايزه حد من طرفك، ولا المخدرات اللي انا ببيعها اللي مش عاجبه الناس دي انظف من حاجات كتير قوي بتعملها قدام كتير قوي، على الاقل انا لا خادم ولا ليا دعوه خالص بالموضوع ده. رحت ماسكه المطوه وطلعت ايدي اللي فيها الصليب وقعدت اشيل الصليب بالمطوه، فين حته في وسط الصليب كده جاب الدم. فالعيال طبعا ولادي زعقوا ان انا ببرد ايدي بالمطوه، فروحت قافله المطوه وقلت لهم خلاص اللي انا عايزاه عملته، انا شلت الحاجه اللي مش عايزاها من حياتي. كانوا عارفين انك عايشه يعني دي الوظيفه اللي انت عايشه بيها ولا لا؟ قعدت في الفتره دي فتره طويله جدا. بعد كده جه عندنا خادم اثر عليا جامد قوي، وقعد يقول لي انا يعني ربنا مستخسرك، انا لازم تطلعي معانا مؤتمر. قلت له سيدي مش تفرق كتير اطلع معاك مؤتمر، بس اطلع بسجايري لكن مش هاخد حاجه تانية. قال لي مش وعد؟ قلت له وعد. وقفت فعلا صليت ولمستني قوي الترانيم وعيطت، وبصي مش قادر اقول لك يعني كنت عامله ازاي، وبقيت اقول يا رب الايام ما تخلصي مش عايزه اروح. طبعا بعد ما روحت حطيت الشنطه ونزلت على طول اشوف الناس بعت قد ايه، في ايه الدنيا كده. جيت بعد كده كان عندي صوره للمسيح كده في الشقه، فانا داخله طالعه الصوره دي بتبص لي يعني، داخله الاوضه الصوره دي عينها معايا، طالعه المطبخ عينها معايا زي ما تكون الصوره بتلف ورا الشقه. طلع ده اول ما افتح الباب بتاع الشقه الاقيها كده في وشي، فكنت اقول له فتخاني بقى مع ربنا هنا، اقول له مش انت عاجبك كده؟ انا كمان عاجبني، ممكن عاجبك ان انا اعيش كده بسكر وببيع مخدرات وكده، ان انا العيشه دي يعني على قلبي زي الفل، انا عن نفسي مش متضايق. بعد كده حصلت لي مشكله مع الحكومه بسبب حد عندي في اسرتي يعني، جريت على عربيه المباحث الكلاب ووقفت ضحكت الناس عليهم في الشارع، وطبعا الشباب اللي بتنجف منهم كده ويشوفوا العربيه دي يستخبوا، الشارع اتملى ناس، وطبعا ضحكتي ترن في الشارع اقول لهم يعني لو هتعدوا بالشارع ده تاني ده على جثتي يعني.
عملت معهم كتير كده يعني، يعني مرتين ثلاثه. مره حجزت العربيه بتاعه المباحث. طبعا احنا كنت في الفتره دي وصلت لغتب يعني، وناس مش قادر اقول كميه الوسائط اللي كانت بتروح وراي الاسم يعني. اتصل بالتليفون ان يجي تليفون برضو للاسم، اروح اتفضلي انزلي. انزل لدرجه لما جه يقبضوا عليا. انا كنت واقفه شغل في الفتره دي، بقالي 3 شهور ما بشتغلش. كنت وصلت المرحله يعني بسبب المشاكل انت وقفتي شغل؟ بسبب حد قريبي ده اللي هم اصلا كنت بدات اتخانق مع الحكومه بسببه. وقفت شغل خلاص، ما بقتش بشتغل، لان انا معرضه في اي وقت ان تخش الحكومه تاخدني. في الفتره دي انا معايا رقم جوزي، اتصلت بيه وقلت له حاصل كده 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 كده، وانا بيترتب لي حبسه اليومين دول، ومن قلب الاسم انا عرفت الكلام ده ان انا هتحبس اليومين دول، فبعت لي خليني اعزل ما اقدرش. اتحبست في نفس الاسبوع، طلعوا في البيت خدوني فاضيه. انا لقيت بقى يعني مش ظابط زي ما بتشوفي مثلا حد بيقبض عليه ومثلا وثلاثه اربعه امنه ولا بتاع، 40 امين واربع ظباط ولا 50 امين واربع ظباط. مش قادر اصدق ان انا هتحبس يعني، انا هروح القسم وهروح زي كل مره. بس انا نزلت المره دي من البيت، ركبت معاهم شارع، الناس في الشارع بقت تضرب كف على كف وتقول ايه ده. لقيت حد من صحابي داخل عليا يقول لي معلش انا اسف جدا، حقك عليا بجد، انا كلمت مش عارف مين ومين ومين وكده، المحضر معمول واذن النيابه معمول واخد رقم ومش هنقدر نقطع المحضر. ليه يا ابني ده محضر غرامه؟ قال لي لا ده محضر مخدرات. قلت له كمان ما تحبس مخدرات وانا واقف شغل يعني؟ في عز ما كنت بشتغل وانزل اسكندريه اجيبها، واروح مش عارف فين اجيبها، واروح السويس اجيب والاسماعيليه اجيب، اجي اتحبس وانا ما عنديش شغل؟ قعدت بقى بشرب في الحجز بطريقه، واخبط على الباب واشتم في الامناء والضباط وازعق مع ربنا واقول له كمان الظلم انك تحبست وانا ما ماميش يعني، حتى وانا ما ماميش. وكنت حاله يعني 16 يوم وراحوا اول تجديد، جددت 45 وكنت مترحل على السجن. قعدت 6 شهور تحقيق و6 شهور بعد ما اتحكمت باخد مخدرات. اتحكمت 5 سنين. في المكتبه بتاعت السجن بيجي فيها 2 خادمات وابونا ومعاه خادمه برضه. ابونا يجي كل يوم 2، والاثنين الخادمات يجوا خميس او خميس. لا انا ما كنتش بحضر. فجت واحده صاحبتي قاعدين انا وهي ورا الحيطه بنشرب مع بعض برشام، وتحديدا البرشام وبنشد بمناخيرنا يعني. فراحت قالت لي عارفه احلى حاجه بحبها فيك ايه؟ قلت لها ايه؟ انا قلت ان هي تقول لي مثلا مزاجي زي مزاجك، ان احنا الاثنين بنكيف مع بعض اي حاجه. لقيتها بتقول لي ان انت ما تخشيش اجتماع المسيحيين. خدت الكلمه وقلت لها انا ما بخشش عشان ما حدش بيقول لي، لكن انا لو حد يقول لي اروح واخده بعضي ورايحه، انا عشان اضايقها يعني. يعني انت قالت لي بس الكلمه دي، رحت حضرت الاجتماع. وقفت في الاخر لما اللي صلي الخادمه حضنتني وصلت، وطبعا كانوا فرحانين قوي ان انا دخلت الاجتماع وهم عارفين ان في فلانه موجوده بس ما تخشش. فكانوا بيبعتوا لي اقول لهم انا مش عايز احضر، يروحوا يقولوا لهم مش لاقيينها مش موجوده. فوقفت تصلي وتعيط، وطبعا ادوني انجيل وخدت الانجيل منهم ركنته وخلاص. يعني احنا حابين ان حد مسيحي يعني من القدام يزورني في اوضه الزياره. بدات ازور مع خادمه، مره شافتني في اوضه الزياره وكنت انا طالعه لحد صاحبي يعني، فهو جايب زياره كبيره قوي، فهي زياره يعني الكنيسه حاجه محدوده حاجات قليله يعني. راحت مقدمه مداني شنطه صغيره كانت هي جايبها لي تبعتها لي مع اللي هي بتزورها النهارده في اليوم ده، وقالت لي هي مش قد الزياره الكبيره اللي من الشيطان دي، بس دي من يسوع. مسكت الشنطه كده باعتزاز اول مره يعني حسيت نفسي ان انا محرجه يعني، ايه الست اللي هي ما تعرفنيش دي وبتعمل كل ده عشاني وتيجي ورا الجلسه وتجيني وتبقى زعلانه؟ وقالت لي دول مش ولادي، بس انا غيران عليهم ان هم في ايدين شخص زي اللي قاعد ده يعني، ده اللي هيروحوا معاه. بصي شكله انتي مش مردود عليهم كده. وكانت زعلانه جدا، وقفت قدامي وراحت حضناني ووقفت تصلي يعني بدموع غريبه وتقول له بنتك خليها على قلبك، قول ورايا انا مش قادره انا ضعيفه انا بسلمك حياتي انا عايزاك انا الشيطان مكتفني انا عليا القيود انا مش عارف ايه. وقفت تعيط وقولي كده وانا اقول وراها. في الاخر طلبت مني ان لما اروح جوه يعني اقرا زي حتى اصحاح واحد تقري في الكتاب. قلت لها لا، طب ما تقري اصحاح واحد مزمور واحد حتى في يعني عرفت قرات. قلت لها خلاص ماشي.
دخلت الكلام اللي قلته معاها جوه في الاوضه في المكتبه قلته في الاوضه بتاعتي على السرير. قعدت اعيط واقول له انا بسلمك حياتي انا كذا. بدات اطالب ربنا ان انا عايز ارجع لذاتك، انا عايز اشوفك، انا بحبك، انا مش قادره، انا ضعيفه، انا مش قادره اوعدك ان انا همشي معاك تمام لان انا هطلع اغلب. فكان عندي ضعف ايمان قوي ان هو هيصرف على البيت حتى لما انا ابطل يعني. في مره قعدت يعني اصلي واقرا في كتاب، فانا بصلي واقرا في الكتاب كده لقيت العصفوره واقفه تشرب من حنفيه مكسوره كده، وجت في دماغي الايه بتاعه العصافير يعني ان انا اهم من العصفور اللي على البيعه. اسكان العصفور ربنا بيعمل معاه كده، المايه دي لا مش بايظه بالصدفه، ده هو عاوز العصفور ده ياكل كده. انا لازم يعني اقول ان انا ابطل شغل فعلا، وفعلا صليت وقررت من اليوم بتاع العصفور ده انا صليت وقررت ان انا ابطل شغل، لكن مش قادر ابطل شغل. اخر مره كنت نازله اشتري فيها، كنت بقى لي فتره بقطع وبقطع مخدرات في السن وبرجعها تاني. نزلت انا ماشيه في ضوء جنبي لابس ابيض زي ده، المفروض ما تاخدش بالك منه بس الابيض ده منور كده، ابص كده جنبي ما الاقيش حاجه. اجي امشي تاني افتكرت الكتاب اللي انا كنت قريته ان انت وانت ماشي بعد ما تسلم حياتك للمسيح تحس ان المسيح ماشي جنبك، فلو انت فعلا متاكد ان هو ماشي جنبك وانت ماشي معايا مش هتعرف تروح مش عارف فين. ده تتخيل ان هو ماشي جنبك، بدات اتخيل ان انا كل ما يروح حته هو ماشي جنبي. درجه ما وقفت في خلاص في تمام الحوش مفيش 10 دقايق والسجن هيقفل، واقول له ارجع اقعد على السرير استناني مش هينفع اخدك معايا نروح نشتري فرشام، روح استناني على السرير انا جاي على طول. وبرده اجي ماشيه النور بالضوء الجلابيه البيضه دي ماشي جنبي. رحت وقفت وقلت له خلاص يا اسوء يعني انت مش عايز ترجع انا مش هشتري، ورجع معاك تاني على السرير. اصحابي كلها في اليوم ده طبعا اتاكدوا ان انا اتجننت رسمي، وبداوا يبعدوا عني ويخافوا يندهوني من على السرير تعالي اشربي معانا زي الاول وكده. ورجعت على السرير قعدت، انا من ساعتها ما نزلتش السرير اشتري مخدرات تاني. وصليت وسلمت حياتي للمسيح واشكر ربنا، اشكر ربنا انا خدمت في السجن خدمات جامده قوي يعني، ما كانش حد عادي ينفع يعملها، بس هو كان ربنا مديني اصعب خدمات في السجن. والحد اللي كان الشيطان سرقه مني وحبسني بسببه ربنا رجعه لي وانا مسلمه البيت كله للي هو خلقه، هو اللي يصرف عليه. النقطه اللي كانت نقطه ضعفي ما بقتش فيه نقطه ضعف، انا اتعلمت الخياطه وبعمل ملايات وبلف بيها في المصالح الحكوميه وفي الكنيسه مش عارف ايه لحد صاحبي حد كذا. الحمد لله الدنيا يعني في ايدي سواي ليكوا انت تخيلوا بقى هي ازاي. وقضيتي الخمس سنين ولا خرجتي في النص المده؟ لا انا قضيت الخمس سنين، وفي حته اساس يمكن ما قلتهالكش ان انا النقد جاني بعد ثلاث سنين، ودي كانت اول قضيه مخدرات يجي فيها النقد بعد ثلاث سنين. فكانوا اصحابي كلهم قالوا ان بتوع الكنيسه عشان هي دخلت قوي عليهم وبقت في وسطهم جامد قوي كده دفع لها مبلغ جامد يعني. ما حصلش الكلام ده، ما حدش كان دافع لي حاجه، ده من عند ربنا كده جاني بعد ثلاث سنين. كنت اقول يا رب النقد يرفض علشان ما اخرجش وانا لسه تعبانه من الناس دي، وكنت اقول للخادمه اللي هي بتزورني في الزياره وهي تشهد بالكلام ده ونانسي سمعته ان انا هخرج اعمل حاجتين اتنين بس وبعدين اتوب، ومحدش زي يعرف علاقته مع ربنا. اقتل الشخص اللي انا اتحبست بسببه واقتل اخويا علشان انا هطلع على نفسي في الشارع، لو ما كانش البيت ده اتباع كنت لقيت فيه، فان هو كمان تخلى عن عيالي وانا جوه. شفتي ناس زيك في السجن بعد ما انت اتقابلتي مع المسيح حياتهم كمان اتغيرت؟ ولا انت قصه فريده لا نظير لها؟ لا 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 احنا كان معانا واحده قتاله داخله قتل جوزها هي وسوري يعني عشيقها، عرفت المسيح والسجن كله كان بيحلف بيها نروح عندها علشان نصلي مع بعض، والسجن كله حلف بيها وجابت واحده تانيه للمسيح جوه في الاعدام وبقت بتصلي في وسطينا، واللي عنده مشكله يروح لها عند اوضه الاعدام ويقول لها صلي لي يا فلانه وتصلي له. وكانت السجانات لو عندهم حاجه يخافوا عليها او حد من المساجين يروح يشيل عندها اي امانه. تقولي ايه لناس بعيده عن ربنا ومتخيله ان الحياه مع ربنا مستحيله، متخيله ان ربنا مش ممكن يقبل انسان
بعد للدرجة دي في المخدرات أو في الجريمة أو في القتل. تقولي إيه من الواقع قصتك والناس اللي أنت عشتي معاهم وشفتيهم بيتغيروا والمسيح بيقبلهم وبيغير حياتهم؟ صدقني يا سيس اللي ربنا ما فيش أطيب ولا أحن ولا أبسط منه. ربنا سهل وبسيط جدا جدا جدا، بس إحنا نحط عين عليه. أنا بتحدى ناس زمايلي النهاردة وقولهم بس أنت ارفع قلبك ثانية، في الثانية اللي أنت هترفع قلبك فيها وتقول له رب اقبلني، اقبلني زي ما أنا بضعفي. أنت مش محتاج أن أنت تخف وبعدين تروح للدكتور، أنت تيجي بزي ما أنت. أنا رحت بزي ما أنا، رحت وأنا عايز أشتغل، رحت وأنا بشرب، رحت وأنا بعمل خطايا كتير، ولكن رحت زي ما أنا وقلت له أنا ما عنديش قدرة أني أعمل أي حاجة مع نفسي، لكن أنا عايز أبقى الإنسان اللي أنت عايز تشوفني بيها. احنا عايزين نشكرك على صدقك و صدق الشهادة دي عن جمال وروعة محبة ربنا اللي ما بتيأسش مننا وبتلاقينا وإحنا في الجب في أعماق الطين بيقدر ينتشلنا. القصة دي ويمكن قصص تانية كتير هنسمعها في هذا البرنامج بتقول حقيقة أكيدة ذكرها الإنجيل. من اللحظة اللي المسيح فيها ولد في هذا العالم، ولد في مزود، نزل للقاع عشان يجيب الناس من القاع. التهمة اللي اتهم بيها المسيح من رجال الدين اليهودي أنه محب للعشرين والخطاة، محب للناس اللي في نظر المجتمع وحشين، مجرمين، أثمة. وكانت دي الحاجة اللي مش قادرين يفهموها، ودي التهمة اللي لصقت بيه. كيف تدعي أنك ابن الله أو حتى نبي وأنت تحب هؤلاء الناس اللي كانوا هم فاكرين أن الله مش ممكن يحبهم؟ لكن المسيح ورانا أن الله نفسه هو اللي بيحبهم، وأن الله المتجسد هو اللي حب الناس دول، ما قرفش منهم، بالعكس هو جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. الذي ولد في مزود بين البهائم، الذي نزل إلى قاع الحياة الإنسانية، أتى عشان يأتي بالناس اللي راحت للقاع أخلاقيا وأدبيا وروحيا، وينتشلهم ويصنع منهم أبناء، يغسلهم ويطهرهم ويبقوا خدام زي أختنا دي. هي النهاردة خادمة بتكلم الناس عن المسيح وبتنادي الناس للمسيح، وقصتها بتقول إن باب التوبة مفتوح مهما كنت عملت. عزيزي المشاهد، مهما كنت وصلت، مهما كنت مقيد بالمخدرات وبالنجاسة، مهما كنت متصور إن ما ينفعش، هي قالت ما ينفعش. طب عايش إزاي؟ طب عايش منين؟ هفترض إني هبطل الشغل، هموت من الجوع، ما حصلش. زي ما ربنا أطعم العصفور دوت بالكيس اللي اتقطع عشان يأكل الرز دوت، ألا يطعم أولاده؟ ألا يعتني ببنيه اللي أعطوا حياتهم وثقتهم فيه؟ مديها تأكل وتشرب، واعتنى بأسرتها، ووراها إنه الراعي الصالح الذي يضع نفسه عن خرافه. دي دعوة ليك عزيزي المشاهد، مهما كنت بعت، إذا أنت في السجن، إذا أنت في الخطية، إذا أنت في الإدمان، إذا أنت قاتل زي الأخت التانية ديت اللي قتلت لكنها ربحت المسيح، زي اللص الأيمن اللي سارق ولص لكنه تاب فدخل إلى الملكوت، دخل إلى الفردوس. دعوة ليك، خليني أصلي معاك وأصلي معاك يا نانسي، ونصلي لكل واحد النهاردة عايز يحط ثقته في ربنا وعايز يرجع للمسيح. صلي معايا. بشكرك عشان أختنا دي يا رب، بشكرك عشان القصة العجيبة دي، بشكرك عشان ولادك اللي ما يقسوش، فضلوا يحبوها ويصروا. مسيح بيحبك. وصل الرسالة دي لكل واحد النهاردة بيسمعنا بعد 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 بعد، فاكر انك نسيته وفاكر انك مش عايزه،
فاكر انك زعلان منه. وصل الرسالة دي لقلبه يا رب انك بتحبه. وبصلي يا رب ان كل واحد اتلمس بالقصة دي النهاردة انه يصدق ببساطة الاطفال انك تقبل التوبة وتغفر الخطية وتغسل الحياة وتجددها وتغيرنا لنكون أبناء حقيقيين ليك يا ابن الله. كلمتك لا ترجع إليك فارغ. كل قلب سمع النهاردة يا رب أعن ضعفه عشان يتوب ويرجع من أجل المسيح. آمين. أمين. أشكرك جدا حضرة القسيس. أحبائنا المشاهدين، دي كانت قصة حقيقية جدا، مقابلة حقيقية. الحلقات الجاية هنكون بنقدم فيها قصص حقيقية تانية، مقابلات حقيقية مع الرب يسوع، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى. يسوع معاكم.